بيان عاجل الآن من الجيش المصري 2021 لكل المصريين، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووزير الدفاع كوري يزور مصر، ننشر أيضا التفاصيل. ومفاجأة لكل المصريين، مصر تعلن امتلاكها ثروة سوداء كبيرة. وصدمة، انتحار رجل ستيني بعد ارتكابه جريمة بشعة. وهام جدا، تدمير فرقاطة أمريكية بصواريخ وتوربيد خلال التدريبات. وبيان عاجل من السودان عن سد النهضة وعلاقته بفيضانات هذا العام، ننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية، جمعة مباركة على حضراتكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ومفاجأة لكل المصريين، مصر تعلن امتلاكها ثروة سوداء كبيرة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري فيديو حول امتلاك مصر الرمال السوداء، أو ما تسمى بالرمال المشعة، التي تحتوي على العديد من المعادن الثقيلة. وأشار الفيديوغراف إلى أن مصر تمتلك قرابة 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء وما تحتويه من معادن ثقيلة، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة. وأوضح الفيديوغراف أن الرمال تتحول بعدها إلى منتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة، مثل صناعة هياكل الطائرات والسيارات وأنابيب البترول ومواد الإشعاع النووي وغيرها، مما يجعلها ثروة قومية لمصر لا يستهان بها. وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية بمشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالميا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتقدمه. وهناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، الأول شرق البريلس بملاحة منيسي تابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فدان، والثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبريلس على مساحة 35 فدان. ويشارك في المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار، والمصنعان الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البريلس، والثانية بخبرة صينية بشمال البريلس، والاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البريلس قدرها 24 مليون دولار. مصدر معانا كان من RT. طبعا الرمال السوداء لمصر شيء مهم، ثروة سوداء كبيرة وضخمة بالنسبة لمصر. الاقتصاد المصري هيدر ملايين الدولارات على المصريين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر. وبيان عاجل جدا من الجيش المصري 2021 لكل المصريين. وكشف الجيش المصري عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع المصري محمد زكي إلى روسيا لحضور الاجتماع السابع للجنة الدفاع العسكري التقني المشترك. أوضح الجيش المصري أن وزير الدفاع المصري حضر مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2021، والذي تضمنت فعالياته افتتاحا رسميا لمنتدى المباريات الحربية في روسيا. التقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. مصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طبعا يعني مصر شريك قوي بالنسبة لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا شريك قوي بالنسبة لمصر في مجالات التعاون العسكري ودعم الجيش الروسي والمصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ووزير الدفاع الكوري يزور مصر،
وأعلنت وزارة الدفاع كوريا الجنوبية اليوم الجمعة من المقرر أن يقوم وزير الدفاع سو هوك بزيارة رسمية إلى مصر في الأسبوع المقبل. بحسب وكالة يونهاب كوريا الجنوبية، فإن الوزير سيلتقي خلال زيارته الرسمية مع كبار المسؤولين العسكريين من مصر لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الدفاعية على أن تستمر زيارته من 29 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل. وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير دفاع كوري جنوبي إلى مصر. وقد لفتت وزارة الدفاع الكورية إلى أن زيارة سوا تأتي تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي. وخلال زيارة مصر سيجتمع الوزير سوا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، ويقوم بزيارة مجاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي. من المخطط أن يتفقد الوزير الدفعة 53 من وحدة تشونغ هير العسكرية المرابطة على متن المدمرة الحربية تشونغ مو غونغ لي سون تشين لمكافحة القرصنة. المصدر معانا كان من يونهاب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني زيارة وزير الدفاع الكوري هي تقريبا تعد الأول في تاريخها بالنسبة لمصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. صدمة، انتحار رجل 60 بعد ارتكابه جريمة بشعة. أقدم مواطن في العقد السادس من عمره على الانتحار شنقا بعد ذبحه زوجته بمدينة المحلة الكبرى المصرية. سمع الجيران مشادات كلامية وألفاظ نابية وسبابا بين أفراد أسرة، انتهى بانتحار الزوج بواسطة حبل مثبت في سقف مروحة بغرفة نومه بعد انتقامه من زوجته وقتلها طعنا برقبتها وصدرها. أفادت التحريات بأن خلافات أسرية بين الزوجين وقعت، وخاصة بعد عودة الزوج من رحلة عمل بدولة الإمارات ومروره بأزمات مالية متوالية تسببت في نشوب صراع أسري. مصدر معنا كان من صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من السودان عن سد النهضة وعلاقته بفيضانات هذا العام. أعلنت الحكومة السودانية أن ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي على النيل الأزرق لم يؤثر على فيضانات هذا العام في السودان. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس: رغم الملء الأحادي لسد النهضة عبر المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو، وبعد كل ذلك إيراد النيل الأزرق الذي يدخل السد هو ما يخرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام. وأضاف عباس: مع ذلك لكن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير. وذكر: تمكننا بنجاح خلال موسم الفيضان الحالي ولأول مرة من استخدام الخزانات السودانية روسيرس ومروي في كسر حدة الفيضان خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث حددت لجنة الفيضان لأول مرة ما يسمى بالتصريف الآمن الذي يبلغ 800 مليون متر مكعب خلف سد مروي و550 إلى 650 مليون متر مكعب خلف سد الروسيرس. تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي الذي تبلغ تكلفة إنشاؤه 5 مليار دولار، بينما تصاعد التوتر حول هذا السد في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا تشغيل المنشأة. وتعلق إثيوبيا أملها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه. السودان قال إن السد قد يكون له تأثير إيجابي على الفيضانات خلال موسم الأمطار. أعرب عن أمله في الاستفادة من إنتاج الكهرباء، لكنه اشتكى من نقص المعلومات من إثيوبيا بشأن تشغيل السد. وطالب السودان ومصر إثيوبيا بتأجيل عملية الملء الثاني لخزان السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة تنظم تشغيله وتلزمها بمشاركة البيانات التي يرى السودان أنها ضرورية للحفاظ على سدوده ومحطات المياه الخاصة به. المصدر معانا كان من RT ورويترز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتلمع بعض الخبر آخر وهام جدا. تفاصيل تدمير فرقات أمريكية بصواريخ وتوربيد خلال التدريبات. قال موقع ذا درايف إن العسكريين الأمريكيين هاجموا في إطار تدريبات
سين كيكس فرقاطة من طراز أوليفر هازارد بيري تابعة للبحرية الأمريكية، وتم نشر فيديو حول ذلك على قناة البحرية الأمريكية على موقع يوتيوب. وفقا لموقع ذا درايف، تم في 15 أغسطس إطلاق عدة رشقات صاروخية على السفينة القديمة المذكورة، وبعد ذلك تم استهداف بتوربيد من طراز مارك 48، ونتيجة لهذه الهجمات انشطرت السفينة إلى قسمين وغرقت. الموقع أشار إلى أنه تم بناء هذه الفرقاطة في السبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال بعض السفن من هذا النوع تخدم في سلاح البحرية في بعض الدول، ومن بينها تركيا وأستراليا ومصر وبولندا. وإما تدريب سينكيكس فهي تقام لاختبار أنظمة الأسلحة المختلفة، وتتضمن عادة هجوم بالتوربيدات أو بالصواريخ على السفينة المستهدفة. مصدر معنا كان من نفوس تي وآر تي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر الأخير والأرصاد المصرية وبيان عاجل تحذر فيه من ظاهرة قد تستمر 72 ساعة. حذرت الهيئة العامة للأرصاد المصرية من موجة حر ستشهدها معظم أنحاء الجمهورية، وقالت إن هذه الموجة ستستمر 72 ساعة. وقالت في منشورة على صفحتها على فيسبوك: تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتكون حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام لافتة، إلى أن تسجل القاهرة 37 درجة بزيادة طفيفة عن الأيام الماضية. وتوقعت أن تستمر هذه الموجة لمدة 3 أيام، كما ترتفع نسبة الرطوبة مؤدية لمزيد من الإحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار، وتكون الشبورة المائية ليلا وخلال فترة الصباح الباكر خاصة القريبة من المسطحات المائية. وفيما أوضحت الهيئة أن مزيدا من الإحساس بحرارة الجو تنتجه الرطوبة العالية، أكدت في منشور آخر أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء. لفتت إلى أنه ومع هذا الطقس ستشهد بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل سانت كاترين وحلايب وشلاتين أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا وعلى فترات متقطعة. مصدر كمان الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمصرية وآر تي أيضا، أترك لحضراتكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، ولو حضرتك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو على صفحتك الشخصية وفي المجموعات، وتعمل متابعة للصفحة، تضغط على كلمة متابعة بالزرار الأزرق فوق الفيديو وتعمل أعجبني أو أي رياكت على هذا الفيديو. جينا مع بعض لنهاية هذه النشرة، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.